الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته نتابع الحديث تحت عنوان يقرؤون القرآن وهم ليسوا بين آذانهم كما وعدنا نتابع الحديث حول أن الطاعة لله بالأصالة ولرسوله بالتبعية أو الإجتهاد وان ليس منها الطاعه لمطلق الامراء وكانها طاعه لله والرسول ذكرنا ان الدول الاسلاميه الماضيه قامت على شرعيه وجوب طاعه الامير اما بولايه معصوم ينوب عنه فقيه او ولايه امير امام سلطان وقلنا إن طاعة الأمير، الوزير، المدير إلى آخره أمر عقلائي في نفسه، لكنه ليس داخلا في طاعة الله ورسوله، وأن التجارب الإنسانية تجاوزت هذه المعضلة نظريا وواقعيا، لكن البعض ما زال ممسكا بتلابيبها يريد بعثها من مرقدها. نتابع حديثنا. في روايه إن انه الراوي كان ذات يوم عند رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مع نفر من اصحابه فاقبل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا هؤلاء الستم تعلمون اني رسول الله اليكم قالوا بلى نشهد انك رسول الله قال الستم تعلمون ان الله انزل في كتابه من اطاعني فقد اطاع الله قالوا بلى نشهد انه من اطاعك فقد اطاع الله وان من طاعه الله طاعتك قال فان من طاعه الله ان تطيعوني وان من طاعتي ان تطيعوا ائمتكم أطيعوا أئمتكم فإن صلوا قعودا فصلوا قعودا. يا هؤلاء غريبة على رسول الله. كان ويعني يوصف صلى الله عليه واله إذا لقي أحدا من أصحابه فتناول أذنه ناوله إياها ثم لم ينزعها حتى يكون الرجل هو الذي ينزعها عنه. تناول اذنه اي ساره بكلام خاص. النبي صلى الله عليه واله كان على خلق عظيم لا ان يمر بناس منهم من اصحابه فيناديهم يا هؤلاء. هذه اصلا ليست من عادات الناس ولا تسمع بينهم فكيف برسول الله صلى الله عليه واله ولكن الغريب عن تلك المراتب يجهلها وقوله الستم تعلمون اني رسول الله اليكم سؤال استدراجي فكل هذا لاجل ان يقال ان طاعه الامراء صنو طاعه الله والرسول سواء بسواء وان من اطاع الامير فلا اثم عليه اذا اخطا الامير لانه مامور من الله ورسوله بطاعته فهو المصدر الثالث للشريعه في الدين على هذا الاساس فعله واجب الطاعه هذا بالفعل ما يقال والى اليوم بل ومن جم غفير من علماء الدين بل حتى لو علمت بخطئه ومخالفته للدين فطاعته مقدمه على ذلك وبهذه السيره التي اثبتها الخلفاء لانفسهم خضعت لهم الرقاب ووجبت لهم الطاعه فديننا الموروث فيه الكثير من صنيعهم وامرهم على مر العصور ثم كما هي العاده يذهب العلماء للتفاصيل وندخل في القيل والقال وكان الاصل ثابت لا نقاش فيه فالان الواجب هو فهمه وتحقيق مواضعه بل هو موضوع لا اصل له فلماذا نقول ونقول وكانه ثابت غرضهم ان ثبوته مفروغ منه بينما هو موضوع مكذوب وتكرار قرن طاعه الامير والامام بامور متعلقه بالصلاه تفوح منه رائحه امويه فلطالما تساهل امراء من ولاه بني اميه بشؤون الصلاه وقدموا عليها السياسه فكان خطيبهم يطيل الخطبه حتى يكاد وقت الصلاه ينفذ وكانوا يؤخرون الصلاه حتى يعتم الليل واستنكر بعض الصحابه والتابعين ذلك فعوقبوا وعوتبوا فمن شباكهم في التسليم بصحه الحديث ومن ثم انتقال الكلام لا فيه بل في مقتضاه قالوا اطيعوا الله اي في الفرائض واطيعوا الرسول اي في السنن وهذا دهاء لماذا؟ لان الفرائض لا احد لا يعرفها فهي غير قابله لان يوضع فيها ما ليس منها فالقران بينها اقيموا الصلاه اتوا الزكاه الى اخره اما السنن فهي مجهوله ويمكن التلاعب بها من جهه الى جهه وقالوا اطيع الله فيما فرض واطيعوا الرسول فيما بين وحجتهم في ذلك مثالهم المعروف ان الله فرض الصلاه ولم يبين كيفيتها وانما الرسول بينها وفرض الزكاه والرسول يبينها والحج كذلك والامر كذلك في البقيه فكل ما فرضه الله ولم يبينه ناخذ بيانه من رسوله وهذا امر بديهي لا يستحق فصل الطاعتين فيه ولكن تبقى طاعه الله مستدامه وطاعه الرسول تعلميه تطيعه في البيان مره واحده او حتى تتعلم وبعد ان تعلم فانك لا تصلي طاعه للرسول ولا تشرك طاعته بطاعه الله وانما تطيع الله فقط تماما كما تفعل في التعلم من معلمك وشيخك ووالديك تطيع لتتعلم فاذا علمت فالطاعه لله وحده فالمؤمن لا يصلي طاعه لرسول الله بل لله فقط ويقال اطيع الله بقول لا اله الا الله واطيع الرسول بقول محمد رسول الله واولي الامر منكم، يعني اطيعوا اولي الامر منكم. قال الكلبي ومقاتل يعني امراء السرايا، وقال الضحاك يعني الفقهاء والعلماء في الدين: انظر اين تنتهي بك الغايه، ستطيع الرجال.. على انهم الاوصياء على الدين وانك ان اطعتهم فقد اطعت الله فان اصابوا اصبت وان اخطاوا فلا اثم عليك لانك مامور انه التقليد ويروى عن النبي صلى الله عليه واله لا يزال ناس من امتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعه. قال موسى بن هارون: سمعت احمد بن حنبل رحمه الله وسئل عن معنى هذا الحديث فقال: ان لم تكن هذه الطائفه المنصوره اللي هم اصحاب الحديث فلا ادري من هم. فما الثمره؟ لا ثمره سوى تاسيس الفرقه بين المسلمين طوائف طائفه منهم فقط منصوره والبقيه مخذولون مبعدون منبوذون وابن حنبل يرى ان المنصوره هم اصحاب الحديث وغيره سيرى انهم غيرهم كل حزب بما لديهم فرح والنتيجة تقاسم الأمة إقطاعيات لنبلاء. ومن الأسئلة المصطنعة لتمرير الزيف بخلط الحق بالباطل، السؤال: هل يجوز الخروج على ولاة الأمور وعدم طاعتهم فيما يأمرون وينهون عنه؟ ولو كانوا جائرين في حكمهم وامورهم لماذا مصطنع لان الجواب يعلمه كل مسلم سليم الفطره مهما قل علمه وهو انه لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق ولا طاعه الا في المعروف لا يحتاج لفقيه ولا امام وعالم ولكنهم يريدون مسخ هذا فقدموا لمسخهم سؤالا مصطنعا ليقولوا نحن الاعلم وكان الجواب يحرم الخروج على ولاه الامور لما يترتب على ذلك من الفتن واراقه الدماء وفساد ذات البين فتكون المفسدة في عزله اكثر منها في بقائه وقتالهم حرام باجماع المسلمين وان كانوا فسقه ظالمين وقد تظاهرت الاحاديث لا زلت اقرا اجابه اجابتهم وقد تظاهرت الاحاديث على ذلك واجمع اهل السنه ان السلطان لا ينعزل بالفسق وتجب طاعه الامام في امره ونهيه ما لم تخالف حكم الشرع وان كان جائرا لخبر يعني يستدل بخبر بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه في المنشط والمكره والا ننازع الامر اهله وفي خبر اوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعه وان تامر عليكم عبد قالوا المعنى اطيعوا اولي الامر ولو كان على سبيل الفرض والتقدير عبدا لان العبد طبعا لا يكون واليا ويجوز أنه صلى الله عليه وآله أخبر بفساد الأمر ووضعه في غير أهله حتى توضع الولاية في العبد فإذا كان فاسمع وأطيع تغليبا لأهون الضررين وهو الصبر على ولاية من لا تجوز ولايته لئلا يؤدي عدم الطاعة إلى فتنة صماء عمياء لا دواء لها ولا خلاص منها انتهى جوابه إذا كانت طاعة أولي الأمر واجبة فيما لا يخالف الشرع كما يقولون ولكنها واجبة له وإن كان جائرا فالسؤال ألا يخالف الشرع حين يجور أم أن الجور اهون عند الله من شربه الخمر واقترافه الزنا وتركه الصلاه. الامر في الوالي على العكس تماما، فلو شرب الخمر وزنى وترك الصلاه واستتر، ما حد يدري لكان شره على نفسه، واما اذا جار فنهب وسرق وسجن وقتل ونفى واستأثر وجار على الناس وأخافهم وروعهم فهل هذا لا يخالف الشارع أم يقتل الدين والأمة بالكلية تناقض فظيع من علماء وفقهاء البلاط ومنافاة صريحة مخادعة عن الحق والدين لا يخجلون من ترديدها ليلا نهارا وبوجوه قويه وادعاء زائف للاعلميه وكانهم الاهدى سبيلا بينما اصل الدين كله هو اقامه القسط والميزان بين الناس لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان لماذا ليقوم الناس بالقسط والدليل على فساد نواياهم ان هناك روايات عديده تناقض مطلبهم يتغافلون عنها او يتركونها بوجوه مخترعه مصطنعه كالضعف والارسال وعدم الثقه وغيرها من مصطلحات اهل الحديث وادواتهم في القبول والرفض فقد تكاثرت الروايات عنه صلى الله عليه واله ان امره بالسمع والطاعه لولاه الامور انما هو في طاعه الله تعالى لقوله صلى الله عليه واله انما الطاعه في المعروف وهذا حديث لا يؤسس لمجهول وانما يؤكد ما يفرضه العقل والقران والطبيعه والفطره لا طاعه الا في معروف والا لفسدت الارض وحسنا فان قلتم ان في الخروج مفسده فلا اقل ان تنهوا عن الاثنين عن طاعه الوالي الظالم والتعاون معه في الشر وعن الخروج عليه بالسيف اما ان تقيموا وظائفه وتشدوا اركانه مع جوره فمن اين ناتي بدين من الله يسوغ ذلك؟ تأمل وأنت تبين عدل الإسلام للناس في الزمن المعاصر ثم تقول لهم: أطع الأمير ولو جلد ظهرك، كم ستكون متخلفا في نظر الدولة الحديثة؟ كم هو الفارق في العدالة بينك وبين النظام السياسي الحديث القائم على شرعية الانتخاب والدستور والمحاكم الدستورية إلى آخره؟ الن يكون هذا فضيحه للاسلام الحمد لله انه لم يعد في السياسه الدوليه اليوم موضع لمثل هذا الدجل القديم فحتى اشد الدول ابتعادا عن الشورى لا تقره على نفسها ولا تطالب به شعوبها ولعمرك فإن تقدم الحياة على ما زعموه أنه من الدين لهو أكبر دليل على أنه ليس من الدين، وإلا لكان قادرا على وعي القيمية الإنسانية العالمية. يؤثر أن عمر بن عبد العزيز خطب حين استخلف فقال في خطبته: أطيعوني ما أطعت الله تعالى. فإذا عصيته فلا طاعة لي عليكم، وهذا موقف يتماهى مع مطالب القرآن، فالطاعة لا تكون في معصية حتى للوالدين، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. الناس تضع ثقتها في علماء الدين. ويظنون أنهم الأمناء عليه لن يخالفوا كتاب الله ولن يشتروا به ثمنا قليلا ولا دليل لهم على ذلك لا من الله ولا من التاريخ ففي كتاب الله ذكر أن صنفا ممن آتاهم الله آيات من فانسلخ منها وأخلد إلى الأرض واتبع هواه واتل عليهم نبا الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبعها لا شك ان منهم من العلماء من لا يفعلون ذلك ولا يبيعون دينهم وامانتهم ولو عرضت عليهم الدنيا ولكن هؤلاء طول الزمان كانوا قله لا يسمع لهم قول ولا يتبع لهم هدى واخرون كثير اسرتهم الدنيا وحب الوجاهه فان سلموا من حب الدنيا والوجاهه لم يسلموا من العصبيه المفرقه فهم اربابها والتاريخ والحاضر شاهدان فمن شواهد الحاضر الطلبه طالبان اي طلبه العلم الديني طالبان هم طلبه العلم الديني الطلبه تساوي طالبان لغه معجمه اعجميه تلك التي اصبحت طريقه وفرقه وحزبا فإن ما عملوه من شرور هو شر العمل، كالخوارج الأولين في عهدهم الأول، تم إدانة حركة طالبان دولياً لتطبيقها القاسي للشريعة الإسلامية حسب فهمها، ومعاملتها الوحشية للعديد من الأفغان، وخلال فترة حكمها من 1996 إلى 2001 فترتها الأولى ارتكبت الحركة مع حلفائها مذابح ضد المدنيين الأفغان وحرمت امتدادات الأمم المتحدة الغذائية ل وستين ألف مدني جائع واتخذت سياسة الأرض المحروقة وحرقت مساحات شاسعه من الاراضي الخصبه ودمرت عشرات الالاف من المنازل واثناء سيطرتها على افغانستان قامت الحركه بحظر الانشطه ووسائل الاعلام بما في ذلك الرسومات والتصوير الفوتوغرافي والافلام التي تصور الاشخاص او الكائنات الحيه الاخرى كما حرموا الموسيقى التي تستخدم الآلات باستثناء الدف ومنعت الفتيات والشابات من الالتحاق بالمدارس ومنعت النساء من العمل خارج الرعاية الصحية وطالبت النساء برفقة قريب ذكر لمحرم وارتداء البرقع في كل الأوقات عندما تكون في الأماكن العامة وإذا خالفت النساء قواعد معينة يتم جلدهن أو إعدامهن علانية. تعرضت الأقليات الدينية والعرقية للتمييز الشديد، هذا تقرير الأمم المتحدة عن طالبان في فترة حكمها الأولى. تعرضت الأقليات الدينية والعرقية للتمييز الشديد خلال حكم طالبان. وفقا للامم المتحده كانت طالبان وحلفاؤها مسؤولين عن 76% من الضحايا المدنيين الافغان في 2010 و80% في 2011 و2012 كما انخرطت حركه طالبان في الاباده الثقافيه ودمرت العديد من المعالم بما في ذلك تمثال بوذا الشهير الذي يبلغ من العمر 1500 عام في باميان هذا مثال واحد قريب من الذاكره واما التاريخ ففيه تجارب الذين خلوا من قبلنا وهي مريره ومنها الصفوية التي مارست الإكراه وهو محرم بكلام الوحي لتحويل الناس لمذهب التشيع في أيام نشأتها وعز سلطانها وكرست سلطتها تحت مظلة الفقه وطاعة الفقيه بادعاء أن الرد عليه على الفقيه رد على الله وهو العمري ذات مفهوم طاعة الأمير التي نناقشها كمثال على ان المسلم يسمع كلام الله وهو ليس بين اذنيه. البنيه الثقافيه للاستبداد الديني محفوظه في كتب الشريعه منذ القدم. واسقاط حقوق الاخر موثقه في مسائل عديده. والتمييز الديني والمذهبي لا يحتاج الا لجماعة كطالبان أو الصفويين لتنفذه لا لتشرعه فهو مشرع وجاهز فهذه هي عقلية الطلبة وموقعهم محصن بما وضعوه في الدين نفسه فمقولة رواة حديثنا الراد عليهم كالراد علينا الراد على الفقيه الراد على المرجع إلى آخره نسج على ذات المنول وكل أولئك يقرؤون القرآن وهم ليسوا بين آذانهم بمعنى إنهم لا يسمعون ما يقرؤونه ولو سمعوا لفهموا يقول سبحانه يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون لتفهم معنى ولا تولوا عنه وانتم تسمعون اقرا وتامل يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون فهل هؤلاء من الصم البكم الذين لا يعقلون كلا فما هم صم ولا بكم ويعقلون اذن اين هم هم من الذين ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون فقد سمعوا ولكنهم كالذين قالوا ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع اي ان تسمع لا نحن فابوا الانقياد والطاعه والبقاء في حدود ما اسمعهم الله وذهبوا يتولون وجهاتهم الخاصه كل صنع له قبله هو موليها وكل قبلهم ليست القبله التي امروا باستقبالها ليصلوا ويصلوا صناعه المذاهب تولي عن الاسلام وعن وحده الامه فيها اثم عظيم لا يستغفر منه مع الأسف بل يفرحون. نتابع الحديث في الحلقة القادمة عن وحدة الأمة كواجب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.